أخبار مهرية باختصار: مقتل مدنيين اثنين وجرح آخرين بقصف حوثي على مسجد في ريف محافظة الحديدة. الهجوم بطائرة مسيرة استهدف مصلين داخل مسجد قرية الرون بمديرية حيس. قتلى وجرحى بانفجار قنبلة رماها شخص داخل مسجد غرب المكلا بمحافظة حضرموت. القنبلة انفجرت وسط المصلين في مديرية يبعث، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل. البنك الدولي يقدم منحة إضافية لليمن بقيمة 150 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة للأمن الغذائي. وبحسب البنك فإن المنحة ستركز على الإنتاج الزراعي وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة. الصحافة الألمانية تهاجم منتخبها الكروي والذي خرج بخفي حنين من الدور الأول لمونديال قطر. الصحف وصفت المنتخب بالأسوأ ووصمة عار في التاريخ الرياضي للبلاد. بلدية نيويورك تعلن عن وظيفة أثارت الاستغراب وتتعلق بإعدام ملايين الفئران مقابل 120 إلى 170 ألف دولار سنوياً. البلدية اشترطت على المتقدم فقط أن يكرس نفسه للوظيفة على مدار الساعة. إلى اللقاء باختصار آخر.